الناس تعبه مع الماء وعركانه مع الماء والمال غلا تاع الماء مزال 450 نعجه من نهار اللي تكسبها نقول هيا كل هي تاكل والدواء غير اكبر دوك الحق خروف الدارني اللي ما ياكلش ياكل جوج ملايين ثلاثه يحبها يكبر وين تغدى الجره تاع التعب والراعي شحال يخلص عليك 27 هيا بيه لهنا 27 كيفاش لك اليوم الاسعار يا يخبط هنا السوق راه طاح ياسر السواق راه طاح جيت تشري اليوم نشري ما راه ما خافض تسمى كون تشري حاجه زينه تساعدك نورمال تساعدني هذه ما تفرقش هذا راه طايح ياسر مش عارف غادي يصير تسمى راك خايف لا تشري وجديد يطيح ليش ماكلة وحياة فيها مصروف ماكلة غالية مرحبا مرحبا كيشدوها ست شهور تاكل قريب مني ساو ما هكاش حاجه والله ماني ساكن يا سلاك والله ماني شايل خير منهم هذا خلاص والله ماني سيال يا اخوات 29 والله لا شحال شو شو ها في هذه الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله كان دوار عندنا احنا دوار دوار في 50 خيمة دارني في الناس عندها 100 اليوم الحال 50 خيمة ما عندها 20 ولا معجلة تما لازم نحافظوا على الثروة الحيوانية خاصنا التشجيع من الدولة ما كاش المال اللي ما حافظوش عليه غادي يقطع المعجلة ما يقولش المال راه غالي غالي لو 50 خيمة راحت بالدوار وقطعت المال هذه 50 خيمة كانت تبقى سعيدة اليوم ما بقاتش الله يشبهها الله يشبهها الفلاح راه يا رب ربي تعاون الدولة الفلاح الفلاح هما اللي هما اللي كون جاتنا جانا العام الله يخلف على الدولة الله غالب أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.